في سلامة يا سعد. إن شاء الله كلنا ثقة إن الكابتن سعد سمير يعود أقوى مما كان. الحقيقة عمل مباراة الاتحاد بشكل مميز جدا، وكان بالفعل من نجوم اللقاء برغم إن هي مباراة بعد الإصابة، لكن إن شاء الله ألف سلامة للكابتن سعد سمير والكابتن حمدي فتحي والكابتن محمد محمود وكل المصابين اللي هم على مشارف بقى العودة زي جونيور أجاييه وحسين الشحات اللي بيعاني من إجهاد. إن شاء الله النادي الأهلي يكتمل صفوفه، لأن محتاجين بقى نلعب مباراتين ثلاثة ورا بعض كده واحنا بقوتنا الضربة عشان يظهر مستوى الأهلي اللي بدأنا بيه.